الدولة قائمة بدورها، وأي حد بيحاول يقوم بدور الدولة سوف يحاسب، لأن الدولة تأخذ بالله لو متلاعب. الدولة ستبقى دولة وستضبط الأمن مع من يخالف، من كان من كان. بالأمس كان يزبد ويرعد ويهدد ويتوعد ويعدم ويسجن ويمنع سفر الناشطين إلى الخارج، واليوم هو حبيس جدران قصره الذي لا يجرؤ على تجاوز أسواره بعد أن أحيط بحراس غلاظ شداد كأولئك الذين وضعهم في السجون يحصون أنفاس المعارضين. يا بن نايف والله إنا ما رح نسكت، يا حقير مسكوك الداخلية. إنه ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف بن عبد العزيز الذي انقلبت به الأحوال بين ليلة وضحاها حتى جرد من جميع مناصبه وتحول من سجان إلى سجين مهدد بالتصفية في أي لحظة يشاؤها حاكم مملكة آل سعود الفعلي محمد بن سلمان. أنت لما تنهى على المنكر فيها ضريبة تقتل، من ينهى عن المنكر معرض للقتل فضلا عما دون. أعدم المعارضين وفي مقدمتهم آية الله الشهيد نمر باقر النمر، أصدر أحكاما بإعدام العشرات ومنهم فتيان كعلي النمر الذين ينتظرون ساعة إعدامهم، ألقى بالآلاف في السجون ومنهم الناشط رائد بدوي والمحامي وليد أبي الخير فيما منع الناشط سمر بدوي من السفر. هاجم بلدة العوامية بالأسلحة الثقيلة انتقاما من أهلها، فسفك الدماء وخرب الممتلكات ونشر الرعب في أزقتها. قدم خدمات جليلة لدول الغرب حول المجاميع الإرهابية التي صنعها بنفسه، ثم من على أمريكا وبريطانيا بكشف أسماء بعضها. لكن كل تلك الجرائم والخدمات لم تغني عنه شيئا بعد أن باعته أمريكا بصفقات بلغت قيمتها 460 مليار دولار أمريكي، أبرمها غنيمه محمد بن سلمان مع دونالد ترامب الذي رماه في المزبلة. إنها حوبة الشهداء واليتامى والثكالى والأرامل، وهي جزاء له في الدنيا وقبل الجزاء الأكبر في الآخرة.